شكرا شهاب واهلا بكم في حوارنا الاخير اللي هنختتم بيه هذا الصباح. حوارنا الاخير بنهني فيه المصريين بفوز مصر ببطوله الالعاب الافريقيه للشباب والتي اقيمت ببوتسوانا. حصلنا على المركز الاول وحصلنا على 93 ميداليه منها 45 ميداليه ذهب. كان هناك كمان في بعثه السباحه لفتت الانظار هناك لانها حصلت على 16 ميداليه منها 7 ذهب. هذا الانجاز بيثبت ان هناك جيل جديد من الشباب قادر على الاصرار وقادر على العمل من اجل مصر ورفع علم مصر في المقدمه. معنا للحديث اكثر عن هذه البطوله والانجازات التي حققتها مصر في هذه البطوله الناقد الرياضي باليوم السابع الاستاذ رامي عبد الحميد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الاستاذ رامي. يعني خلينا نحط الناس شويه في اجواء هذه البطوله اللي احنا ما حسيناش بيها، لا كنا بنتكلم من شويه ما حسيناش بيها عشان يمكن ربما الانتخابات الرئاسيه لم يتم اذاعتها عبر الفضائيات المختلفه، فنحاول ندي شويه معلومات كده. والمصر خدت كام ذهبيه وكم برونزيه والالعاب اللي كانت متفوقه فيها مصر. طبعا احنا بنبارك لكل البعثه اللي شاركت في البطوله على الرغم من الظروف اللي مر بيها عامه، ما كانش فيه اهتمام من جانب المصريين، كان كل طبعا شعب مصري مهتم اكثر بالانتخابات الرئاسيه وكان مشغول بمشغول الرئيس الجديد، لكن الحقيقه كان في بعثه هناك اعلاميه كانت بتغطي البطوله وكانت بتمدنا بكل الاخبار. ويمكن بس تصحيح لبعثه السباحه، هي حققت 22 ميداليه 16 منهم ذهب، 16 دول في الاول خالص لكن هم حققوا 22 ميداليه ويمكن دي اعلى رقم في الاجمالي الميداليات. السباحه والعاب القوى، وفي كمان لاول مره في تاريخ مصر ان احنا نحقق ميداليه في ترايسلون او الثلاثي الحديث يعني. دي كانت اول مشاركه او اول ميداليه نحققها. حققنا ميداليات برضو في العاب اخرى متميزه زي الطايره، خدنا ذهبيه ويمكن نعلم ان الطايره في افريقيا دلوقتي حاليا بقى ليها يعني قوه كبيره جدا وليها باع لان هم كمان بيتميزوا بالبنيان القوي وبالبنيان. فاعتقد ان الطايره برضو حصولها على الميداليه الذهبيه دي حاجه كويسه جدا. النقطه الثانيه، الظروف اللي مرت بيها البعثه هناك ظروف صعبه جدا، يعني الاقامه والمعيشه وطبعا من الاكل كمان، ويمكن كمان كان حاجه غريبه جدا حسب ما زمايلنا بيقولوا لنا هناك ان الصبح الجو حر جدا وبالليل امطار ورعد وحاجات كده، وكمان مفيش مثلا بطاطين او حاجه هناك الدوله موفراها، زائد ان المكان نفسه الاقامه كان في مدينه جامعيه. هل كان بيصعب التدريب بالنسبه للاعبين اللي هم اقل من 17 سنه في هذه الدوره؟ فعلا كانوا بيتمرنوا في بهو المدينه الجامعيه، ما كانش في مكان لل بس واضح ان الحاله كان في عزيمه واصرار على تحقيق يعني ميداليات ومراكز متقدمه. بالظبط، الظروف اللي هم مروا بيها ظروف صعبه جدا الحقيقه، ويمكن كان بنات الطايره ممكن موجود، كان في صور كتيره نزلت جدا على مواقع وعلى في الجرائد ان بنات الطايره او بنات السله كانوا بيتمرنوا جري في على الاسفلت في المدينه الجامعيه، ويمكن دي الجامعه الوحيده بس هي الموجوده في بوتسوانا كلها. بوتسوانا ما كانش فيها سفاره، في سفاره في بوتسوانا، السفاره بتبقى موجوده في جنوب افريقيا. فظروف صعبه جدا مرت بيها البعثه، على الرغم من كده هم كانوا رايحين وحاطين الجدول مع وزاره الشباب والرياضه ان هم هيحققوا 3 مراكز الاولى، لكن مركز اول دي اعتقد حاجه كويسه جدا، ودي مشاركه ثانيه لينا في دوره الالعاب الافريقيه للشباب، فاعتقد دي مؤشر جيد ان شاء الله ان احنا نحقق ميداليات على الجانب البعيد، لان احنا عندنا ان شاء الله بعد حوالي 4-5 شهور في اولمبيات الشباب في الصين ان شاء الله نانجينج، فدي اعتقد هتكون مؤشر ايجابي، بس مهم جدا ان احنا نحط خطه متميزه للعيبه اللي حققت. الدوله كان في استقبال حافل بالشباب ولا الموضوع اتنسى؟ يعني تم تكريم الناس اللي جت ديت واللي حصلت على المركز الاول في دوره الالعاب الاولمبيه للشباب الافارقه، هل تم تكريمهم ولا الاستقبال كان استقبال عادي؟ هو الحقيقه طبعا هم جم على افواج. الفوج الاخير هو جه وصل النهارده، كان ضم البعثه الاداريه وبعض اللاعبين، لكن حسب طبعا علمنا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ان هيكون في حفل تكريم كبير جدا
يوم الاسبوع الجاي ان شاء الله، هيكون في بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، ودي يعتبر هو قالها المهندس خالد، قال دي اقل حاجه ممكن نقدمها للشباب اللي حقق ميداليات في الظروف الصعبه دي كلها. فكره الاستقبال، فكره الاستقبال لانهم كانوا بيجوا في افواج وفي مواعيد مختلفه، فما كانش كان في صعوبه في ان هم يعني كل بعثة او كل فوج حتى الاحتفال الكبير بيتيح للمصريين كمان ان هم يشاركوا اللاعبين الابطال. بالظبط صحيح بالظبط. ليه تحظى الاحتفاليه ديت ان كل القنوات المصريه خاصه والحكوميه تنقلها على الهواء تكريما لهؤلاء الشباب؟ اكيد اكيد احنا بنطلب ده ونتمنى ان شاء الله ده ان شاء الله رب العالمين. يعني السؤال بقى عايز اسال سؤال، هل احنا بنشطر على الافارقه متفوقين افريقيا وما بنطلع بره عالميا على المستوى العالمي، هل بنقدر نحقق نفس النتائج ديت، ولا احنا متفوقين افريقيا بس نظرا لضعف الفرق الافريقيه؟ هل تقييمك لقوه الفرق الافريقيه المشاركه في هذه البطوله؟ طيب هو مبدئيا انا عملت حتى دراسه كده داخل وزاره الشباب والرياضه من خلال مشروع التميز اللي موجود في وزاره الشباب والرياضه، لقينا ان الشباب من سن 13 لحد 17 سنة بيحقق نتائج متميزة جدا جدا في السن ده، سواء على مستوى 13 ل 17 سنة على المستوى الافريقي والمستوى الدولي، يعني الاثنين. تمام. بعد سن 17 18 سنة بيقل الاهتمام ماديا وفنيا لا هي العملية مش عملية ماديا وفنيا، لا هو الفكرة في ان كل بنت او ولد بيهتموا بقى بالجانب الدراسي، وده يمكن دي الدراسه بقى اللي انا توصلت لها، ويمكن كان معانا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه والدكتور خالد عبد المولى اللي هو مسؤول عن مشروع التميز، لقوا ان اولياء الامور طبعا طبيعي في مصر كلها ان يقولوا طبعا العلم اولا، الولد او البنت لا لازم يخش كليه الهندسه وكليه الطب وكليات لان الرياضه مش هتنفعك بحاجه والكلام ده كله. فبعد سن 17 سنه بيبدا الولد او البنت بيخش مرحله الثانويه العامه. فخلاص دخل عشان خاطر يركز على دراسته وكليته والكلام ده كله، فاحتكاكه ودوافعه نحو ان هو يحقق بطولة أو ميدالية بتقل، فيما عدا يعني اللهم إلا إيه يعني مجموعة قليلة هي دي اللي بتحقق وبتوصل بالصدفة. سيبك بقى من النادي بقى واقعد بقى ذاكر بقى الامتحانات قربت بالظبط كده بالظبط. طب الحل إيه يعني يا حضرتك؟ الحل طبعا إن إحنا لازم الناس يعني هل نعمل لهم مثلا امتحانات خاصة أو لجان؟ نختار زي ما بيحصل يعني. يمكن المهندس خالد قال لي الموضوع ده، وزير الشباب والرياضة قال إن بره في أوروبا وفي أمريكا بيتم اختيار اللاعبين المميزين فقط ويتم دراستهم. هو اصلا في ثانويه عامه اللي هو متفوق رياضي ليه 2%، ما هو بيدوروا على دي بس. يعني هم بيدوروا على فكره التفوق الرياضي او اللي هو الحافز الرياضي دي عشان خاطر يعلي المجموع ويخش مثلا كليه هندسه، كليه طب، كليه صيدله، بس هي دي الفكره بس مش اكتر من كده. لكن هي الفكره في ان لازم هو يفكر في المجموعه المتميزه رياضيا الدوله تتكفل بيهم ان هم يخشوا جامعه خاصه بيه، بيبقى ليهم تاهيل خاص، يذاكر الصبح ويتمرن بعد الظهر ويرجع يذاكر تاني، وده يبقى الدوله هي المتكفله بالبطل ده. اربع خمس ابطال زي ما بيحصل في اوروبا وفي امريكا. ان هل ده احنا عندنا افتكار برضو لصناعه النجم الرياضي؟ طبعا هي عايزه في الكوره بس، طبعا هي زي حضرتك بتقول في كره القدم، ولكن لازم نحط بقى فعلا نحط ايدينا على الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان لازم صناعه بطل او ابطال، مش عايزين نقول بطل واحد بس، عايزين نقول ابطال في كذا لعبه والالعاب الفرديه تحديدا. في تونس بداوا الكلام ده، في الجزائر بداوا الكلام ده، في المغرب بداوا الكلام ده، في الامارات بداوا الكلام ده طبعا من فتره طويله. فلازم ان احنا نبدا في ده، لازم نبدا ان احنا نحط ايدينا على من دلوقتي من سن 14 ل 17 سنه نحط ايدينا على مجموعه ابطال في كذا لعبه، نقول ان هم دول مستقبل مصر في 2020 او 2018 في الاولمبياد او الحاجات دي كلها، ونقدر ان احنا ناهلهم بشكل محترم. الكره فريق كره القدم كان مشارك في البطوله المنتخب المصري وحقق ولا لا؟ احنا ما شاركناش في اعتذرنا لان كان ساعتها هو الفريق ده البطوله دي كان يشارك فيها منتخب اللي هو كان يقوده الكابتن علاء ميهوب. طبعا اللي هو تم استقالته او اقالته طبعا، فاعتذروا عن الاشتراك في البطوله. ده اول مره تحصل الموضوع دوت، يعني مصر في بطوله افريقيه ما تشاركش في فريق كره القدم.
لا يا اصل دي الدوره، دي الدوره الثانيه للشباب. دي المره الثانيه احنا شاركنا في الدوره اللي فاتت كانت في المغرب شاركنا فيها، ولكن الدوره دي اتحاد الكره اعتذر يعني اللي شرفونا في اللعبه ديت العاب بعيد عن كره القدم طبعا. الالعاب اللي هي ما بتحظاش بالاهتمام الاعلامي ولا الاهتمام الرسمي زي الطايره والسباحه بقى 22 ميداليه التجديف ثلاثي هم يعني انا اعتقد ان من ضمن الاسباب الـ مش الاهتمام الاسره بس بموضوع الدراسه والجانب الدراسي في المرحله العمريه ما بعد 17 سنه، اعتقد برضو عدم الاهتمام. يعني اما بيلاحظ ان شاب جاب ميداليه ذهبيه لمصر وما لقاش الاهتمام اللي بيحظى به لعيبه كره القدم، سواء الاهتمام الاعلامي والاهتمام الصحافه واهتمام الجماهير والاهتمام حتى المادي، يعني العائد المادي حتى، اما بيلاقي كده هو نفسه بيجي له ممكن يجيله احباط. يعني هو طبعا حتى لما بيتم الاهتمام بيه ويعني بيبقى في رجال اعمال بتدخل تدعمه بيفشل. هو طبعا ده حضرتك سبب من الاسباب، بس انا بقول لحضرتك يعني سبب من ضمن الاسباب من ضمن الاسباب وده فعلا قصور من الناحيه الاعلاميه، وانا بعترف بده ان احنا الاهتمام الاكبر بكره القدم، ولكن هي يعني دي مشكلتنا برضو ان اللعبه الشعبيه في مصر او في العالم كله هي كره القدم. لكن ايهاب عبد الرحمن احب اذكركم بيه، يعني اللي هو بطل العاب القوه لما حقق الرقم القياسي في بطوله العالم الاخيره، اعتقد ان كان في يعني تقدير كبير جدا من الدوله ليه. رئيس الجمهوريه اجرى اتصال بيه، وزير الشباب والرياضه تم استقباله بشكل محترم، هيكون في حفل تكريم كبير جدا لإيهاب عبد الرحمن. ايضا تم تخصيص لي برنامج خاص عشان تاهيله لاولمبياد ان شاء الله. احنا شايفين لقطات كمان للبعثه المصريه هناك وعلم مصر، فاكيد شعور جميل جدا يعني رفع علم مصر على مرتبة الاولى. ان هم يعني يقدروا يجيبوا ميداليات في ظروف صعبه زي ديت، دول يستاهلوا تقدير غير عادي يعني. صحيح. هل الدوله اشتغلت بقى على المجموعه ديت ولا لسه هتشتغل ولا لسه بتفكر تشتغل؟ النهارده في اجتماع طبعا ما بين وزير الشباب والرياضه ورئيس اللجنه الاولمبيه بمقر اللجنه الاولمبيه عشان خاطر يحطوا الخطه اللي ان شاء الله لدوره الالعاب الاولمبيه للشباب اللي هتبقى في الصين ان شاء الله في اغسطس. وده حاجه ايجابيه جدا ان مش هنستنى اسبوع ولا اسبوعين، لا احنا من النهارده كمان بنفكر في اللي جاي، فدي انا شايفها شيء ايجابي جدا من الوزاره واللجنه الاولمبيه. المجموعه الشباب اللي هم كانوا في اداره الالعاب الافريقيه اللي هم خدوا الفضيات معظمهم هيشارك في اولمبياد الصين. هنعمل لهم بقى من دلوقتي فتره اعداد طبعا معسكرات، ولازم طبعا يكون ليهم احتكاكات خارجيه عشان استعداد، لان اولمبياد او دورات تاهيلهم على اوسع الدورات الاولمبيه طبعا بتبقى مختلفه شويه عن دوره الالعاب الافريقيه. الاحتكاك اقوى، الدول المشاركه اكتر، كمان نقطه ان في دول تقدمت في كثير من الالعاب دلوقتي. يعني في الصين طبعا ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا، في الدول في اوروبا في شرق اوروبا طبعا بيتميزوا بحاجات في العاب كتير جدا، فاعتقد ان احنا لازم يتم تاهيلهم في خلال الاربع شهور الجايين، ويمكن الوزاره واللجنه الاولمبيه عندهم خطه في الموضوع ده، لكن ننتظر منهم ان شاء الله نتائج ان شاء الله. طب شكل الاحتفال والحفاوه بالبعثه المصريه في دوره الالعاب الافريقيه للشباب في بوتسوانا كان شكلها ايه؟ الاحتفال هناك طبعا الاحتفال كان جيد، بس يمكن الجاليه المصريه هناك يمكن كانت قليله شويه، فكانوا بصراحه الجمهور البتسواني او الشعب البتسواني كان بيمسك علم مصر حسب ما كان بيتنقل لنا يعني من زمايلنا وبيشجعوهم. ويمكن كمان كانت الطف حاجه في مباراه النهائي الطايره ان كل اللي كان في الصاله كان بيشجع المنتخب المصري، ودي كانت حاجه لطيفه قوي بالنسبه للعيبه، وكمان حرصوا ان هم يعني يصوروا معاهم وكده، فدي حاجه كانت اعتقد ان هي بسطاهم يعني كلها. صحيح. يعني الشباب اللي موجودين دول يعني الحمد لله حصلوا على مراكز ذهبيه وميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه، هل انت شايف ان من خلال متابعتك للبطوله ان هم ممكن يقدروا يحققوا حاجه في بطوله الالعاب الاولمبيه العالميه بقى في الصين اذا ما تم الاهتمام بيهم خلال المرحله القادمه؟ ايه اللي هينقصهم بقى؟ هل محتاجين مدربين عالميين اكتر؟ محتاجين تخطيط اكتر؟ ولا محتاجين بس احتكاك بفرق اقوى؟ لا، هو الاحتياج الرئيسي بيبقى في اطار المعسكر خارجي يعيش اجواء البطوله الخارجيه، يعيش اجواء الامطار ويعيش اجواء
الظروف اللي بيمر بيها في الدورات الاولمبيه يعيش اجواء نعيش اجواء منيله جميله في بوتسوانا. لا انا اقصد في اللي جاي بقى ان شاء الله يعني ان شاء الله في اللي جاي. وده على فكره يعني انا برضو يعني انا مبسوط ان اللعيبه مروا في الظروف دي في بوتسوانا لان دي ممكن تساعدهم قدام شويه أكتر. في حاجات في مواقف تانية ممكن يقابلوها يعني دي يعني تساعدهم فدي حاجه كويسه. لكن المهم جدا بالنسبه لرفع الاثقال للجودو للتايكوندو للالعاب الفرديه دي كلها تاهيل خارجي في معسكرات خارجيه لان احنا عندنا في مصر يمكن في صعوبه جدا في موضوع التاهيل او المعسكرات. صحيح. الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي بجريده اليوم السابع شرفتنا يا استاذ رامي. ربنا يخليك. شكرا. صباح الخير. انتهت حلقتنا مشاهدينا الكرام من برنامج هذا الصباح وغدا فريق